كما هو الواقع المحقق، مو فقط أنه ممكنون بل هو المحقق، كما هو الواقع المحقق في ترقيات الإنسان من الجمادية إلى النباتية. هذه النكتة نبهنا عليها في بحث النهاية من أن الجماد إذا صار نباتا النبات لا يصير حيوانا، الجماد إذا صار ناميا النامي يكون ماذا؟ حيوانا. فإن النبات هو الوجود النامي بشرط لا، أما النامي هو الوجود ماذا؟ لا بشرط. فإن الشيء إذا صار نباتا يعني صار تفاحا، صار برتقالا، صار أي شجرة من هذه الشجرات من هذه النباتات، فإن هذه الشجرة لا تنتقل لتكون ماذا؟ حيوانا، وإلا يكون التناسق ماذا؟ التناسق الانفصالي، ونحن نتكلم إيه؟ في التناسق الاتصالي. نفس هذا التعبير كان موجود في النهاية، وهناك أيضا نبهنا عليه، قلنا بأن الحركة الجوهرية من الجماد إلى ماذا؟ إلى النامي مو إلى النبات، وفرقنا في محله بين النبات والنامي، قلنا النبات هو الوجود بشرط لا، أما النامي هو الوجود ماذا؟ لا بشرط. على أي الأحوال، في ترقيات الإنسان من الجمادية إلى النباتية ومن النباتية إلى الحيوانية، مو البعض يتصور بأن الحركة الجوهرية التي نقولها هي مثلا الحيوان يأكل ماذا؟ نباتا، فيتصور بأنه ذاك النبات يتحول إلى حيوان فهذه حركة جوهرية، أو أنا أكل ماذا؟ لحم حيوان فهذه ماذا؟ حركة جوهرية. لا مولانا، أنا عندما أكل قطعة اللحم هذا ليس حيوان، هذا جماد بعد. لماذا؟ لأنه هذه القطعة من اللحم بعد الاقتطاع تكون قطعة ماذا؟ قطعة من الجماد. الحيوان هو الحساس المتحرك بالإرادة، وقطعة اللحم حيوان متحرك بالإرادة. النبات الذي أو الزرع الذي يأكله الغنم أو الحيوان في المزرعة هذا ليس نباتا، ليس ناميا، هذا جماد، ولكن جماد على هذا الشكل من قبيل الإنسان. الإنسان هو ماذا؟ ها؟ من الإنسان ما هو؟ هو الحيوان الناطق، وهذا البدن الميت الآن حيوان ناطق، هذا ليس بإنسان، هذا إنما يسمى إنسانا بعلاقة ما كان، يعني كان إنسانا، وإلا الآن هذا قطعة ماذا؟ قطعة من الجماد. وإنما يحترم هذا بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان، وإلا من قبيل المجسمة. حتى المجسمة تارة تكون أجزاؤها من التراب، وأخرى تكون أجزاؤها ماذا؟ هذه الخلايا التي كانت والآن ماذا؟ خلايا ميتة. إذا التفتوا جيدا، الحركة الجوهرية التي يقولونها ليس كما في بعض مؤشر، أنا شفت في بعض الكتابات المعاصرة من يأتي إلى الحركة الجوهرية يمثل لها، يقول الحركة الجوهرية أن الجماد يكون نباتا والنبات حيوانا والحيوان إنسانا، يقول من قبيل أن الإنسان يأكل ماذا؟ لحم الغنم، ولحم والغنم يأكل ماذا؟ يأكل شجرا، والشجر أصله ماذا؟ من الجماد. فهذه حركة جوهرية لها كل علاقة ما لها بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية هو أن يكون شيء واحد بحركته الجوهرية يبدأ من نقطة وينتهي إلى نقطة أخرى كالفحم، فإنه يبدأ من السواد وعدم الإضاءة وعدم الحرارة بالحركة الجوهرية يكون قطعة ماذا؟ قطعة من النار، جمرة من النار. الإنسان بالحركة الجوهرية يبدأ من نقطة الجماد وينتهي إلى ماذا؟ وينتهي إلى نقطة الإنسانية. قال ومن النباتية إلى